25 26 27 28 29 30 ستوب. من وين انت؟ من سوريا. عم منين؟ من سوريا؟ من حماه. حماه؟ اي والله. اعطيني خمس مدن سورية لشوف. يلا. حماه، حيالين، الدير، دمشق، و ايه خمسة. هنا أربعة بس نمشي لك إياهن. يلا خير إن شاء الله. نرجع لموضوعنا. أنت شو اسمك؟ طرطوس. كمان أنا اسمي علي. علي، وأنت يا حضرة السلطانة ما اسمك؟ ميس. ميس، ميس الجميلة، أهلا وسهلا بالسيدة ميس. طيب شوفوا هذا الفيديو الآن وراح نكمل مع الشباب. نرجع لموضوعنا. شفت الشباب شافوا الفيديو اللي بعثت لي اياه من فتره. انت جيت اكثر من مره لتشوفني. اي والله. صح؟ وبعثت لي فيديوهات. تمام. حطينا هذا الفيديو اللي مرق شافوه من شوي، وراح نرجع نحط الفيديو اللي بعثتوا لي اياه انت وميس من شوي. وصلني. كمان راح نحطه اخر الفيديو. انا راح العب معك تحدي. تمام. اسالك سؤال انت وميس، اذا عرفتوا السؤال راح ندخل هون على الماركت وراح نعطيك 30 ثانية تأخذ كل شيء بدك. نعم. تمام؟ نعم. تمام؟ نعم. جاهزين؟ جاهزين. يلا. شو تحافظ قرآن أنت؟ عاديات، الفاتحة، يعني حافظ. طيب نعطيك الميكروفون؟ نعم. قول بسم الله. بسم الله. يلا. أيوة أقرأ. اختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاذيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقحا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله، أنت حافظها بالشكل الجيد يا علي، تبارك الله. الله يسلمك. شكرا لك علي. أنت طيب خلينا نروح على ميس. نعم. ونرجع لك. نعم. ميس. نعم. كيفك؟ الحمد لله. ليش انت اموراي؟ ها؟ شو راح تصير بالمستقبل؟ ما اعرف. ما تعرفين ليش؟ ما تعرفين؟ لسه ما فكرت. انت ليش جاي على دوزلدورف اليوم؟ عشان اشوفك. بالله جد. ما شاء الله. طيب ميس، انت شو حافظة؟ نعطيك المايك؟ امسكي. يلا اقري اي شيء حافظته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة ولا شرقية ولا غربية، يكان زيتها يضيء تمسسه نور على نور، يهدي الله في نوره من يشاء ويضرب مثالا للناس، الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن شاء الله. طيب شو هاي الشجرة المباركة؟ شو هي؟ ها؟ هي شجرة الزيتون. صح؟ ما شاء الله، شيء جميل. يلا الآن بدنا نبلش التحدي. تمام؟ جاهزين؟ نبلش؟ نعم. ها؟ نعم. 30 ثانية ندخل وناخذ اللي بدنا. تمام؟ يلا جاهزين يا مراد؟ امشي عم نشوف. يلا راح. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 هاي مو حلال 27 24 21 23 25 26 27 28 29 30 ستوب. ايش 30 هاي؟ هاي ما بتصير. هاي حلال. هاي حلال. هاي حلال. يلا. ميس. هات سوزان بيتي. او. اي مومنت. يلا. ها؟ ساعدة؟ حط لي هنا مراد، شوف لي هاي أول كيس. راح. يلا. والله ما أعرف. عندك فراطة؟ دي زر غير أوخ. يلا. هاي لي. هاي حصتي. خلصنا. أيوة.
مبروك. الله يبارك فيك عم. هذا كل شيء حصلته تمام؟ ايه تمام. انت حاولتم بس ايه. شفتم انتم شو عملوا معنا جوا، طبعا جوا ما خلونا نصور كما يجب ايه. وهذا الشيء اللي زعلنا، لكن يلا طلعنا بهذنا. ايه والله. مو؟ ايه والله. ها؟ وقول له وشو تقول له للمتابعين؟ انه تتابعوا عمو مشان يسوي لكم مثلنا نحن. جميل جدا، وانت شو تقولي كلمة؟ عونا. طيب ما شاء الله والله يوفقكم، طبعا حساب علي راح يكون بأول تعليق، تحت تعالوا مهين. تعالوا مهين انتم، امسكم تشوف، اثنيناتكم، وقول له طفي استاذ علاوي. طفي استاذ علاوي.